المهاجم الدولي التونسي المميز، لكن خلينا نتابع فرصة الجول الوحداوي. جول 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 الوحدة يسجل أولا في الدقيقة الخامسة، هدف للاعب اللي تكلمت عنه لاعب حطين السابق اللاعب موسى مدخلي. مدخلي يسجل أول الأهداف في مباراة اليوم في الدقيقة الخامسة في فرصة أولى كان فيها خطأ. الكرة شوف الكرة كانت عالية شوية، الكنترول ما كان أو المتابعة جيدة من معتز المولد. خطفها اللي هو علي عواجي، خطفها من معتز، وبعد ذلك المتابعة من المهاجم موسى مدخلي. أول فرصة خطرة مباشرة جول، حاول فيها المدافع محمد خنفير اللاعب رقم 20 عادل شبيلي. لتأتي الآن لفريق الوحدة ليحاول أن يظهر إمكانياته. الفريق الوحداوي واجه فريق قوي ومستعد بشكل كبير فريق الهلال في الدوري. هذه كرة تعدي خطيرة 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 الفور. الله هدف وحداوي جميل. مهند الفارسي لعبها وحولها بقدمه بمشط القدم. جميلة للوحدة. اللعبة رايقة، وإن كان يعني حارس المرمى ما حاول يجتهد فيها، لكن اللعبة صعبة. شوف لفها بشكل جميل. تذكرنا بأهداف يعني نجوم العالمين فيجو مع ريال مدريد، أو حتى اللاعب اللي تعود إنه يلعب بنفس هذه الطريقة بمشط القدم كواريزما، لكنه فعلا ركنها ولعبها في أبعد زاوية. ولا ننسى أيضا اللاعب اللي له دخل في الهدفين، اللاعب رقم 24 علي عواجي له دخل في الهدفين، بل صنع حتى الهدفين. وصلنا لدقيقة 40، مؤيد الآن يلعب الكرة وباتجاه المرمى ورأس المرمى. جول هدف حزم الصمود، ويأتي محمد الوزاني للطفي وللفرحة الحزماوية الآن في المدرج. شوف الكرة الثالثة ثابتة للفريق الحزماوي. شوف الكرة تعدي من الجميع بنفس طريقة الهدف أمام الوطني. الكرات العرضية وأمام التوانسة صعب. مختار أو عبد الخالق برناوي تلعب الكرة، هذه خطيرة. الفارسي والحارس متقدم اللي هو الشيري. فارسي يلعب الكرة لسلطان النمري. فرصة جول. جول 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 جول. صقر عطيف وضعها بمهارة بإتقان بفن بعقل في الزاوية البعيدة عكس اتجاه الحارس لتؤكد التقدم الوحداوي على الحزم. لعبة فنانين، لعبة عقل. شوف البداية. تقدم الحارس تقدم خاطئ، هذا أول شيء. ثاني شيء مهند الفارسي حظن على الكرة صح، لف صح. سلطان النمري بعقل لعبها للمضمون، وشوف عكس اتجاه الحارس. هذه يعني تقول للحارس الموضوع صعب جدا. تقول للحارس في هذه الكرة يعطيه في الموضوع صعب وأقرب للمستحيل بهذه الطريقة عكس الاتجاه، وإن كان الحارس يعني ما تحرك بالشكل المباشر وتحرك بشكل قوي، لكن شوف الوضع جميلة. محداوي لكن هذه أول ركنية. الحزم وصل إلى 6 ركنيات. ملعوبة الآن سلطان النمري يلعب كرة لافة وعبد الخالق والرابع للوحدة. أربعة للوحدة. صقر عطيف وإمكانيات الوحدة تظهر بشكل كبير ومخيف في مباراة اليوم. صقر عطيف يتوج الهدف الرابع من أول ركنية. 6 ركنيات للحزم من أول ركنية. الفريق الوحداوي يسجل الرابع. صقر عطيف هدفين الآن يسجل لاعب صقر عطيف 25 سنة اللاعب في هذه الكرة العرضية والمتابعة. هدف المباراة الرابع. أبدا يعني تتكلم عن نتيجة 2-0، عن فريق يعود بالنتيجة 1-0. ذوادي 27 سنة الآن نجم الأفريقي التونسي وإيفيان الفرنسي. كرة ملعوبة الآن عرضية وجول جول 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 للحزم برأسية جميلة من فريد الحربي. أهداف جميلة اليوم. فريد الحربي بارتقاء جميل. شوف الكرة في الطرف الأيسر كيف من ناصر جحفلي، أخذ المساحة الجيدة لعب العرضية وهوب ارتقاء ورأسية جميلة.
رأسية جميلة جميلة من فريد الحربي ليعود بتقليص النتيجة إلى 4-2. 4-2 للحزم، يعني الأوضاع كانت بفارق هدف واحد وتحولت إلى هدفين. الآن هذه الكرة تجعل الأمور تحولت إلى 3، فبالتالي هذه الكرة تجعل الأمور تتقلص إلى هدفين، إلى نتيجة 4-2، وبالتالي